أي زوار قلعة مكونة من مختلف مناطق المملكة من طنجة الزويرة. إذن سيداتي وسادتي بأمامكم أحجوس قلعة مكونة. الرابعة والخمسون. إذن ملكة الجمال هذه الدورة أمامكم. في المرتبة الأولى فاطم زهرة العامري، المرتبة الثانية فاطم زهرة الزاهري، المرتبة الثالثة سعاد الرحموني. إذن ملكة الورود لهذه السنة سيدات، وفي المرتبة الثانية فاطم زهراء الزاهري، وفي المرتبة الثالثة سعاد رحموني. أيتما يستمات ليد ندري الملكة الجمال نسبسا تنيجان اسم صفات سكرات سعاد رحموني. خلاص 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 خلاص